الحوثيين على السفن. هذه هنا المحاولات التي مشيدة للنفط للحفاظ على مكاسبه والعوامل التي تحدثنا عنها. للمزيد من واشنطن دكتور عمود شكري، عضو هيئة التدريس في جورج ميسون يونيفرسيتي، أهلا ومرحبا بك دكتور. في تقديرك أنه يعني الآن، هل تعتقد الهجمات الحوثية على السفن في البحر الأحمر هل خفت تأثيرها؟ لم يكن تأثيرا كبيرا في كل الحالات بالنسبة لأسعار النفط، هل يمكن أن يكون لها تأثير مستقبلي؟ وأيضا يعني مع الوضع في الاعتبار أنه لا يتدفق نفط كبير عبر باب المندب من هذه المنطقة، أو معظم النفط في المنطقة يتم تصديره عبر مضيق هرمز، هل يمكن أن تتغاضى السوق عن هذا التأثير؟ شكرا جزيلا على استضافتي. كما تعلمون، أمن نقل الطاقة أمر مهم لأمن الطاقة في العالم، وأي زعزعة لمسارات النقل أو إنتاج الطاقة والنفط والغاز، هذا الأمر يؤثر بشكل مباشر على الأسعار بطبيعة الحال. وكل الدول المسالكة حاليا تحاول أن تحافظ على الأسعار الحالية. وبالنسبة للتوترات في شرق البحر المتوسط بين إسرائيل وفلسطين أو بين إسرائيل وإيران، هذا يعني أن التوتر قد ينتشر إلى أماكن أخرى، وقد يكون هناك هجوم على الناقلات في الخليج العربي، أو قد يكون هناك تأثير على السفن من الحوثيين. هذا الأمر سيرفع أسعار النفط إن حصل، وهذا الأمر يؤثر على أمن الطاقة ويؤثر على جانب الطلب. فهناك انتخابات رئاسية في أمريكا في 2024، والإدارة الأمريكية تحاول أن تحافظ على الأسعار الحالية والاستقرار في السوق، وبالتالي أي مواجهة أو أي تزايد في التوترات بين إسرائيل وحماس وربما مع إيران ورد فعل إيراني على مقتل أحد القادة الإيرانيين في سوريا من قبل إسرائيل، هذا يعني أن أي حدث ينتج عن ذلك قد يؤثر على أسعار النفط التي سترتفع. لكن كما قلت، هذا الأمر ضد الاستقرار في الخليج، وهذا الأمر يؤثر على أمن الطاقة بالنسبة للمستهلكين الأساسيين في أوروبا وأمريكا والصين. طيب دكتور، اسمح لي، دعنا لا نفترض سيناريوهات لم تحدث. نحن يعني حتى الآن منذ أكتوبر وحتى اليوم لم نشاهد أي انقطاع في الإمدادات بسبب أي هجوم أو أي شيء، وبالتالي يعني ليس من المرجح ولا السوق تسعر أي نوع من هذه المخاطر. ما نشاهده هو ما يحدث في البحر الأحمر والهجوم على الناقلات من قبل الحوثيين. وأنا كان سؤالي أنه هل هذا الهجوم الآن استوعبته الأسواق أنه لن يكون له تأثير كبير، أم أنه هذا الهجوم على وجه التحديد ما يقوم به الحوثيون يمكن أن يؤثر في المرحلة القادمة؟ أوكي. بالنسبة لسؤالك، منذ السابع من أكتوبر رأينا أسعار النفط بعد يوم من الحرب بين إسرائيل وحماس، رأينا بعض الزيادة في أسعار النفط، لكن في الأسبوع الثاني من أكتوبر رأينا الاستقرار يعود إلى السوق، وحاليا السعر بين 78 و79 دولارا. ولا أعتقد أن هجمات الحوثيين على السفن ستزيد أسعار النفط، لأن الأسواق تجد أن هناك توازن بين العرض والطلب، وفي العام المقبل هناك عوامل كثيرة تؤثر على أسعار النفط، ويمكن أن نناقشها لاحقا. لكن بالنسبة لسؤالك، أنا والكثير من محللي الطاقة نعتقد أن سعر النفط سيظل قائما في الشهر الحالي والمقبل، وفي حال حصول مواجهة بين إيران وإسرائيل أو إيران وأمريكا سترتفع أسعار النفط. ولكن في الأشهر المقبلة إذا ظل الحوثيون يهاجمون السفن والناقلات، ربما تختار الناقلات وجهات أخرى، وهذا سيزيد السعر على المستهلك والمشتري، وهذا كل ما في الأمر.
طيب دعنا من الآن من العوامل الجيوسياسية، عوامل التوازن الحالية، هل ما قامت به أوبك بلس في الاجتماع الأخير وعملية الخفض الطبع التي لم تكن إلى حد كبير يعني متوافقة مع توقعات السوق، هل هي كافية الآن ويمكن أن نقول أنه توازنت الأمور فيما هذه التخفيضات ستوازن الزيادة التي نشاهدها فيها الانتاج من خارج المنظمة أم لا؟ في آخر عامين تحالف أوبك بلس بقيادة السعودية وروسيا أسهم في إحداث الاستقرار في السوق، وكل بلد لبى المصالح الوطنية للدول الأعضاء ولأسواق العالم واتخذوا قرارا بالتخفيض الطوعي الذي من المتوقع أن يظل قائما حتى النصف الأول من العام المقبل. وفي الوقت ذاته نعتقد أن الإنتاج النفطي الأمريكي ارتفع وتجاوز 13 مليون برميل، وهناك توترات جديدة بين فنزويلا وأمريكا، وإذا استمرت التوترات الجيوسياسية يمكن لأسعار النفط أن ترتفع، ولكن أوبك تحاول المحافظة على السياسة الحالية، لكن هناك تزايد في الإنتاج متوقع من البرازيل والنرويج وكندا، وسيكون من الصعب على أوبك بلس إذا حاولت هذه الدول أن تضخ كميات إضافية من السوق، هذا يعني أن الأسعار ستتأثر. لكن تحالف أوبك بلس يحاول اتباع ذات السياسة التي اتبعها في 2022 و23 أيضا، وأوبك بلس لها دور أساسي في موازنة السوق في 2024 أيضا. شكرا لك دكتور عمود شكري عضو هيئة تدريس جورج ميسون يونيفرسيتي على هذه المشاركة. شرق الغرب مستمر معكم، وبعد الفاصل إثيوبيا أحدث الدول الإفريقية التي تتخلف عن